السؤال الأول 100,000. إحدى هذه الأدوات كانت تستخدم لطحن الحبوب. مبخرة، مجرشة، مثرامة، فتاحة. أكيد مجرشة. مجرشة. من هون يمكن جاي كلمة الجريش؟ أي نعم. مجرشة. مجرشة. نهائي. صح. يلا. السؤال اللي بعده. نعم. على ماذا نطلق تسمية رعيل؟ مجموعة الطيور، مجموعة الخيل، مجموعة الأسود، مجموعة الأغنام. أكيد مو مجموعة الأسود. مجموعة الأغنام. ما فيني إلك شيء. ولذلك يقول إن الرعيل الأول. مجموعة الخيل. رعيل يعني مفروض يمكن واضع السؤال بيعتبره سهل. بفكر لشوف. مجموعة تسمية رعيل. رعيل الخيل، رعيل الأسود. يا رب، يلا. مجموعة الخيل. خيل، نهائي. نعم. نهائي. مجموعة الخيل. نعم. طيب. يعني مجموعة الخيل. رعيل. بيقولوا هذا من الرعيل الأول، هداك من الرعيل الثاني، هداك من رعيل، ما بعرف. يعني طلعت رعيل معناها مجموعة الخيل. السؤال الثالث. ما هو لقب مدينة جنيف؟ سويسرا. إيه؟ عاصمة الحمام، عاصمة السلام، عاصمة الغرام، عاصمة الأحلام. جنيف. بس هي مش عاصمة سويسرا يعني. عاصمة كل هودي إلا سويسرا. جنيف اللي بيها موقع سيرين. هي بيرن عاصمة سويسرا. عاصمة السلام. شو ممكن تكون جنيف؟ عاصمة شو؟ شو بيصير عادة بجنيف؟ يعني يعني السلام. شو رأيك؟ عاصمة السلام لأنه سويسرا بشكل عام هي للسلام أو إيه. جنيف عاصمة السلام. نهائي. 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 ليك هي عاصمة الحمام. عاصمة الحمام. ممكن تكون عاصمة الغرام كمان. ممكن باريس نسميها. بعدين عاصمة الأحلام كمان جنيف. اي هاي المشكلة، لكن لأنه دولة هي محبة للسلام. لقب لقب مثل ما حاطين بالسؤال هي عاصمة السلام. السلام. جواب صح. ننتقل إلى السؤال الرابع. مليون. القارة العجوز هي أستراليا، أوروبا، إفريقيا، آسيا. أي قارة بيقولوا عنها القارة العجوز؟ أوروبا. أوروبا. نعم. متأكد منها؟ ما بدك مساعدة؟ 90% متأكد. 90%. نعم. نهائي. نهائي. القاهرة العجوز أوروبا، وصار معك مليون.